أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى الشهر فليصم.
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي فليستجيبوا